العايشة سارة ممثلة جمعية إدراك للعلوم الطبية. هذه المبادرة عاونتنا بزاف في تحقيق بعض من أهدافنا، لأننا كنا حابين نكون فعالين في المجتمع خصوصا في ظل حالة هذه الجائحة. كانت ثاني دفعة كبيرة للجمعية باش نطوروا أكثر من طريقتنا في العمل. كذلك بزاف من أعضائنا طوروا العديد من المهارات الهارد والسوفت سكيلز، منها التحدث أمام الكاميرا، مونتاج دي فيديو، التخطيط وتسيير المشاريع وغيرها. كاين عدة لحظات قوية في حملتنا يمكن أن نذكر منها التطوع في قمة الجائحة، وخاصة أننا طلبة جامعيين وأننا نمثل أغلبية أعضاء هذه الجمعية. يعني كانت تضحية بالنفس من أجل التوعية ونشر مختلف المعلومات لتجنب الإصابة بهذا الوباء. كانت هناك لحظة جد رائعة يوم نفذ احتياط البنك الدم في المستشفى، رفعنا التحدي وكانت استجابة المواطنين كبيرة وقوية واستطعنا ملء البنك. وكذلك القافية التي قادتنا إلى قريتي المعذر وجبل المساعد والتقائنا بأطفال المنطقة، رغم أنهم في مناطق بعيدة وصغر في السن إلا أنهم وجدنا فيهم الوعي الكبير والاستجابة القوية وأكبر للتوجيهات.